بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. معكم هاني صقر للمرة الثالثة. في البداية أحب أشكر جميع الإخوة والأخوات اللي ساهموا وشكروا وتبرعوا بوقتهم لمراجعة العروض وأعجبتهم الفكرة. أنا لم أكن أتوقع هذا، لذلك كانت العرضين السابقين كان مختصرين جدا. إن شاء الله هفرد عرضين آخرين، واحد للإجابة على أسئلة البوستاك، والآخر إن شاء الله الإجابة عن أسئلة الجراد سكولز. فهنبدأ بالبوست دوك لأنه كان الأسئلة أكبر والاهتمام كان أكثر. إن شاء الله أنا جمعت جميع الأسئلة وهي أمامي، لكن قبل الأسئلة، لأن معظم الأسئلة كان الشباب والشابات والمهتمين نوعا ما كانوا مرتبكين أو غير واثقين من اكتمال الصورة لديهم، فأنا إن شاء الله هحاول أكمل الصورة بإني أحكي الأول ملخص سيكون فيه إن شاء الله إجابة شافية كافية لمعظم الأسئلة أثيرت وأكثر. ثم بعد هذا نقرأ الأسئلة سريعا، أو إذا الأسئلة التي لم نجب عليها إن شاء الله أقرأها وأجيب عليها تفصيليا. كان في بعضها أسئلة فردية، يعني حالات خاصة، أنا تخصصي عظام وأفعل كذا، أنا تخصصي كذا. فطبعا جميع الأسئلة تذكر بدون أسماء حتى لا نحرج أحدا. فبسم الله نقول، يعني هذه السلايد القديمة لو تذكرون، وإن شاء الله هنركز على البوست دوك إن شاء الله. المرة دي ناخذ البوست دوك، والمرة القادمة ناخذ الجراد سكول. والجراد سكول أمتع وأظرف، ومن ناحية المخاطرة هي أقل مخاطرة، لكن البوست دوك أسهل وإن كان فيها جانب من المخاطرة يعني. فنبدأ بسم الله، ونقول قبل ما نبدأ كالعادة بحب أوضح الخلفيات حتى تكون الناس على بينة. هو إيه أنواع الريسيرش في الولايات المتحدة؟ أنا أتكلم فقط عن الولايات المتحدة. الريسيرش ثلاثة أقسام، يا إما بيزك ريسيرش، يا إما كلينيكال ريسيرش، يا إما ترانسليشنال ريسيرش اللي هو عبارة عن A plus B basic and clinical. طب إيه البيزك ريسيرش؟ ريسيرش بيتعامل مع البيزك ساينس اللي هي زي ما ذكرت قبل كده فروع العلم أو الطب اللي درسناها في أولى وثانية وثالثة كلية الطب، وكذلك علوم صيدلة، علوم كلية علوم، هذه كلها يتعامل معها البيزك ريسيرش. يعني بتعامل مع تيشو كالشر، ويسترن بلوت، بي سي ار، كيو بي سي ار، دي طبيعة هذا الريسيرش. فإكس فيفو يعني خارج الجسم عبارة عن تيشو كالشر زي ما ذكرت لكم، دي يسموها إكس فيفو، حاجات خارج الجسم، أنسجة أو معامل تحاليل، محاليل، كل هذا خارج الجسم. لو ابتدوا أو خارج الكائن، لو ابتدوا يحقنوا حاجة في حيوان تجارب أو في إنسان بيسموها إن فيفو. البيزك ريسيرش طبيعته وما يميزه أو يفصله عن الكلينيكال ريسيرش إن البيزك ريسيرش ما انتش بتمد إيدك على عيان، ممنوع حد يعمل بيزك ريسيرش على بني آدمين، على هيومنز. أنت ممكن تشتغل على التو ميجور سبيشيز، الميورينز اللي هم الرات، المايس بأنواعهم المختلفة، أو حاجة كناين، كاتس، دوجز، ربما تقفز حتى للتشامبينزيز الماكيكس اللي القرود، نوع من انواع القرود، ماكيكس مانكيز. فبس شغلك كله على الحيوانات. ممكن تاخد بيشن سامبلز، عينة دم، عينة من كبد، تيشو سلايس من مكان معين، لكن عمرك ما بتقفز ابدا الى انك بتمد ايدك على عيان او بتاخد منه او بتعالجه مباشرة. ده بيزك ريسيرش، كل ده اسمه بري كلينيكال ترايل. الان فيفو ده اسمه بري كلينيكال ترايلز. وانس دخلنا مرحلة ان احنا هنمد ايدينا على العيان سواء مباشرة direct patient related، او بجمع data كل الاناليتيكال papers اللي بتشوفوها اونلاين اللي هي الكوهورت ستاديز، كيس كنترول ستاديز، البروسبكتيف ريسبكتيف، كلها ما بيمدش ايده على العيان وانما بيعمل دراسات احصائية، فهي داخلة تبع الكلينيكال ريسيرش او فرع من فروع الكلينيكال ريسيرش. لو مزجت الاثنين معا، A زائد B basic زائد clinical، اصبح اسمه translational research. جزء منه basic، تاخد الدواء اللي انت جربته او الفيروس اللي انت عدلته وتجربه في بني ادمين، بقى اسمه translational research. ده معمل وده معمل وده معمل. ليه انا ذكرت هذه المقدمة؟ علشان السلايد اللي بعدها. يا جماعة الريسيرش is a job. خلونا اول نراجع تاني مع بعض ان الطريق في الولايات المتحدة التعليمي، وكان في سؤال عن الفرق بينها وبين استراليا واوروبا، ان شاء الله هنجاوب عليه يا اما هذه المحاضرة او محاضرة الجراد سكول. فبس حتى لا نخرج كثيرا عن الموضوع لان الاسئلة كثيرة، وانا عايز اعطي صورة عامة تفصيلية شافية كافية. فده الريسيرش، وارجع له تاني اذا احببتم. طيب انا ذكرنا في الانفا في المحاضرة السابقة بتاع البوست دوك ان انواع الدراسات في الولايات المتحدة هي ميديكال ستاديز، ميديكال سكول، او جرادويت سكول. الميديكال سكول انتوا عارفين السكة، ام كات، ويخش 4 سنين ويخلص ريزيدنسي ويو اس ام. الجراد سكول بيتخرج منها بيبقى معاه شهادة بي اتش دي.
يعني الاتنين بيعملوا بعد ما بيخلصوا بيعملوا جوب او ريسيرش. يا جماعة المفهوم اللي انا عايزكم تاخدوا بالكم منه وتنتبهوا، جزاكم الله خيرا كثيرا، انتبهوا لان هذه وظيفة مختلفة عن التينيور تراك بوزيشنز. يعني ما بيبقاش اسمه لا استاذ مساعد ولا استاذ ولا مدرس مساعد ولا مدرس، ده مش تينيور، مش كادر جامعي، دي وظيفة خلصتها ممكن تمشي ممكن تكمل. فبالنسبة لهذه الوظيفة مين من حقه يقدم على الريسيرش بالمفهوم اللي انا ذكرته؟ خلونا نرجع بالمفهوم اللي انا ذكرته، البيزك ريسيرش اللي هو البوست دوك فيلوشيبس، يسموها البوست دوك فيلوشيبس. والكلينيكال برضه فيه كلينيكال فيلوشيبس، الناس اللي بيخلصوا الريزيدنسي بيعمل كلينيكال فيلوشيب، الفيلوشيب اللي بيعملها دي كلينيكال مش بيزك ريسيرش. بعضها بيكون بيزك ريسيرش لكن موستلي بتكون ريليتد للكلينيكال لانه بيجيب عيانين ويبقى شغال على عيانين، فدي نوع من انواع الريسيرش بس كلينيكال ريليتد. وإن فن كان في جزء منها، في جزء منهم بيعملوا بيزك ريسيرش، بيفضلوا يعملوا بيزك ريسيرش. يعني دي تفاصيل حكاها دكتور محمد صلاح بارك الله فيه هو والاخوه، وبينوا لكم يعني ايه الفيلوشيب. ويعني هم اتكلموا على ناحيه الكلينيكال فيلوشيبس، انا دلوقتي بتكلم على البوست دوك فيلوشيبس، والاثنين ان شاء الله هنربطهم وهندي امل اكتر واكتر للناس يقدموا على الجانبين. فده بعد ما بيخلص الاثنين، سواء الميديكال سايد او الجرادويت سايد، بعد الاثنين ما بيخلصوا بيشتركوا في حاجه اسمها جوب، وظيفه. فاللي حير الناس، وانا اسف لان انا كما ذكرت لم اكن اتوقع هذا القدر من الاهتمام، لم اذكر تفاصيل، كنت بذكر عناوين ورؤوس اقلام. الاثنين دول الميديكال جرادويتس والجرادويت سكول جرادويتس او اللي هم البي اتش ديز او الماسترز بيلتحقوا بوظيفه، بمعنى انها وظيفه لها معايير. والله انا عندي المعايير الفلانيه كذا 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 كذا، خلاص مش يعني انا مطبق عليها الشروط، ادور على مكان تاني، ادور على جامعه تاني، ادور على لاب تاني. يعني هي مش شروط ولوائح وقوانين، من لم توجد وتنطبق عليه الشروط خلاص يبقى كده فقد الامل. لان بعض الناس سالوني احنا كل الموقع بتاع جوب بوست postdocjobs.com كلهم طالبين بي اتش دي، لذلك انتبه والام دي من حقه يقدم. وهجيب ادله دامغه اكثر من اربع ادله ان شاء الله هتطمنكم جميعا وتحفزكم للبحث، بس البحث بمجهود. يعني اجتهدوا، اجهدوا انفسكم وانفسكن في البحث، واللي يدور ان شاء الله ويجتهد الله لن يضيع اجره. لسبب او اخر انا برضو احب ابين نقطه، انا لا اتكلم فيما ليس لي خبره او لا علم لي فيه، اذا عندي بس معلومات ضئيله عن الموضوع بقول الله اعلم او لا اعرف. لسبب ما في داخل الولايات المتحدة بكالوريوس الطب والجراحة فقط، اللي هو الميديسن باشلور تشيرجري باشلور فقط، بيدوله لقب ام دي ميديكال ديجري، وفقط هو المسموح انه يقدم على البوست دوك ريسيرش او حتى الكلينيكال ريسيرش. وهدي امثلة للاثنين، ليه بيسموه ام دي، عفوا ليه بيعطوا هذه الصفة؟ يعني اللي معاه بكالوريوس صيدلة مش مسموح يقدم، ما ينفعش يقدم، اللي معاه بكالوريوس علوم ما ينفعش. ليه بكالوريوس الطب والجراحة له هذه الصفة بيسموه بي اتش دي ايكويفالنت؟ انا لا اعرف الله اعلم. يعني اللي عايز يتفضل مشكور يعمل بحث عليها ويقرا بيبرز، انا وقتي والله يعني الاخوه يعلمون والاخوات يعني وقتي ضيق جدا. لكن الشيء الموثق، وانا ان شاء الله هذكره لكم في السلايدز التاليه، ما يوثق بلا جدال وبلا ادنى شك الكلام اللي انا بقوله، لكن احببنا بس ان الاول نجذب الانتباه ان ليه بقى الام دي بي، ان هذا ينطبق على الجراديوت اللي هو البي اتش دي بيقدم على البوست دوك وكذلك الام دي. فالسبب الله اعلم. طيب نكمل. فدول الجوب دي يعني الكلينيكال فيلو، الفيلو اللي انت اللي حضرتكم او حضرتك بتعملوها بعد الريزيدنسي، دي جوب، دي وظيفه مش تثبيت في جامعه. بعد ما بتخلصها شكرا تمشي او تكمل على حسب الجامعه فاتحه اسوشيت بروفيسور بوزيشنز او مفيش في التخصص اللي انت عايزه فبتمشي. فده جوب يعني عقد مؤقت بينك وبين لاب او بين ام اي او بين بروجرام زي ما حل اذا هم كما هو الحال في الكلينيكال فيلوشيبس. او النقطه الثانيه اللي انا مين اللي هركز عليها، البوست دوك فيلوشيبس. فعايز بس السبب اللي انشأت منه اجله هذه الشريحه، ان يا جماعه دي جوب، ريسيرش ده جوب، وظيفه، مش زي الثلاث وظائف اللي انتم شايفينهم دول تينيور تراك. هم دول اللي انا بقصد عليهم الكادر الجامعي، تينيور تراك اللي هيخلص فيلوشيبس وهياخد اكسبيرينس سنوات خبره معينه، سواء كان في الكلينيكال فيلوشيبس او البوست دوك فيلوشيبس، وهينشر بيبرز. يعني كل ده بلس اور ماينس، مش لازم برضو حتى لا يسيء الناس وفهمي. كل الاسوشيت بروفيسور بوزيشنز تعتمد، والله واحد ممكن يقول لك انا لي كونكشنز كويسه فما نشرش ولا بيبر وعينه اسوشيت بروفيسور، نادرا ما بيحدث بس بيحدث. فبعد ما بتخلص الفيلوشيبس بتاعتك بتقدم على الاسوشيت ثم الاسيستنت بروفيسور ثم تبقى استاذ كامل. الثلاث وظائف دول هم اللي تينيور تراك،
كادر جامعي. الريسيرش جوبس دون ده مش كادر جامعي، ده وظيفة بعقد مؤقت. طيب عرفنا كده خلفية، نخش تاني الموضوع الايه الباس دوك، وهو برضو لان معظم الاسئلة كانت تستزيد تطلب استيضاحا ويطلبون استنصاحنا واستوضحوني عن المعلومات اكثر، فاحنا بنوضح لكم. لما انا ذكرت موضوع الام دي الناس كانت مشدوهة ومندهشة ومنبهرة ومتحمسة، بعضهم مصدق وبعضهم اجرى بحثا سريعا فوجد ان كل الجوبز طالبه بي اتش دي، ما هو طبيعي لان هو الوظيفه اسمها بوست دوك بوزيشن، يعني لو ركزتوا بوست دوك اللي هو البي اتش دي، فهو هم الام دي عندهم سكه تانية خالص. بس لسبب او باخر انا لا اعرفه تماما فاتحين المجال للام دي، وطبعا هوريكم الايه الامثله بقى. اول مثال هو انا مثال حي، انا لا احب ان اتكلم عن نفسي ولكن من باب توثيق المعلومه للاخوه والاخوات جميعا، ده المعمل بتاعنا وده انا طبعا، وده المنتور او البي اي اللي اسمه برينسيبال انفستيجيتور دكتور مايك ماثس اللي هو مايكل ماثس، ودول المعمل. انا المثل الاولاني عن بنتين، الاثنين من اسبانيا، دي اسمها ناتاليا ودي اسمها روزا، الاثنين اطباء معهمش اي بي اتش دي وما نشروش ولا بيبر. روزا يمكن تكون نشرت بيبر ناشونال في اسبانيا بس ما نشرتش في انترناشونال جورنال. روزا جت الاول، جت المعمل الاول، دكتور ماثس كان حاطط زي اي لينك انتوا شفتوها في جوبس بوست دوك جوبس دوت كوم، كان حاطط اعلان وعايز كذا كذا للمعمل بصفات معينه، فروزا قدمت قالت له انا ام دي قبلها. انتبهوا بقى، انتبهوا وانتبهنا جيدا، لما روزا جت اللاب ناتاليا قدمت، فروزا نفعتها جدا، الاثنين من نفس البلد من نفس السيتي في اسبانيا اظن مدريد اظن برشلونه. فلما ناتاليا قدمت، ناتاليا ام دي وعملت يو اس ام لي وجويند ريزيدنسي فاميلي براكتس من سنه، فلما ناتاليا قدمت طبعا دكتور مايك ماثس راح لمين؟ راح سال روز، قال لها ايه رايك في فلان انت تعرفيها؟ قالت له طبعا دي ممتازه، دي عندها ريسيرش اكسبيرينس خيال. طبعا الكلام ده كله ايه وهمي، ولكن ده ان شاء الله انا هحتاج هذه القصه لاحقا، فانتبهوا للايه للقصه. فالاثنين قدموا، الاثنين كانوا اطباء معاهم بكالوريوس طب وجراحه في اسبانيا، والاثنين جم بوست دوك ريسيرش، الاثنين كانوا بوست دوك ريسيرش عند دكتور مايك ماثس ماي منتور. النقطه الثانيه للتشاينيز لابس اللي هم اللي انتم شايفينهم قدامكم دول، تشاينيز بينج و والله نسيت اسمها، يعني ايا كان التشاينيز كل معامل التشاينيز البوست دوك ريسيرش وريسيرش فيلوشيبس كلهم معهم بس كليه الطب في الصين، يعني سووا كليه الطب في الصين 5 سنين وجم هنا كلهم. وده معانا جنبنا معمل صيني اسمه دكتور دوانز لاب، الراجل اسمه دوان صيني، في 3 بوست دوك كلهم لما بسالهم انت ايه اللي جابك قال لي انا بسمع كليه الطب واعرف، يعني في كونكشن ما بيني وبين المنتور بتاع اللاب. المثل الثالث اللي هو ريليتد للكلينيكال فيلوشيب كايند اوف ريسيرش، دكتور محمد الشامي. دكتور محمد الشامي ليس دفعتي، هو اكبر مني بسنتين او 3، هو دفعه دكتور محمد صلاح، قابلناه مره في ارلينغتون تكساس لما كنا رايحين سيكس فلاجز. فدكتور محمد الشامي كان مصمم على نيابه جراحه، انا الله اعلم ربنا يوفقه، انا لا اعرف، ولعل الدكتور محمد صلاح هيسمع البرزنتيشن بتاعتي ويزود معلومات ويصححني ان كنت اخطات في معلومه عن دكتور محمد الشامي، انا بس كنت بسمع الكلام بينه وبين دكتور محمد صلاح. بيقول له انا مصمم على ريسيرش وفضل سنتين تقريبا والله اعلم في جامعه في تكساس، انا ناسي اسم الجامعه ربما ساوث ويسترن، يعمل بس كلينيكال ريسيرش ريليتد للجراحه. فكان شغال ايه؟ كان شغال ريسيرشر، كان اسمه كلينيكال ريسيرشر او اسوشيت ريسيرشر. فازاي عملها؟ ما هو مع دكتور محمد فعليا معهوش غير بكالوريوس طب وجراحه، طبعا وجوده في امريكا ساعده ان الناس عرفته لما كان بيعمل اوبزرفر او اكسترنشيب وابتدى يعمل ريسيرش، اللي انا واثق منه وسمعته ان دكتور محمد الشامي كان بيعمل كلينيكال ريسيرش كايند اوف. فده مثل ثالث يثبت ان اللي معاه بس بكالوريوس طب وجراحه لاسباب انا الله اعلم بيها، ما اعرفش ليه بيحسبوا الام دي بي اتش دي ايكويفالنت، الله اعلم، لم اقم بعمل بحث شامل. لكن على يعني هذه الثلاث امثله اللي ذكرتها لكم عن نفسي والصينيين اللي معاهم ام دي فقط، هم بيسموه هنا ام دي، اي حد معاه بكالوريوس طب وجراحه بيسموه ام دي كانديديت. ودكتور محمد الشامي ودكتور محمد صلاح يزيدكم في هذا ان استنصحتموه وسالتموه. امل جديد ايضا ليس فقط عن البوست دوك فيلوشيب، امل جديد بفتحه للناس وابين وادلل اكثر ان اي حد معاه ام دي ممكن يقدم. خلوا بالكم الباثولوجي اذا ريزيدنسي، يعني كلينيكال سايد مش الجراد سكول سايد. الباثولوجي دي جامعه جون هوبكنز، وانا عملت البحث ده النهارده، انا كنت عارف من زمان ان جون هوبكنز فيها بوزيشنز بس حبيت ادلل اكثر واكثر حتى اطمئن الناس وافتح امامهم نيو ايفينيوز.
فلو ركزت في أول 3 سطور بيقولوا the Department of Pathology offers a variety of fellowship positions to individuals with MD. انتبهوا ودققوا with MD, PhD, DVM and equivalent degrees. هم بيسموا MD equivalent degrees, بس فقط MD, فقط MD. يعني ده دليل واضح تماما على ان clinical position وممكن تعمل فيه fellowship بيسموها open fellowships او free fellowships لل MDs. لا مش بس كده, ده انا عندي امل بروميسنج كمان لسؤال شخصي او سؤال فردي عن حد موجود هنا وبيفكر يعمل فيلوشيب. بقول له بشرى يعني انه ممكن تعمل فيلوشيب. هي دي كلينيكال فيلوشيب يا جماعه, دي مش بيزك ريسيرش, مش بوستوك فيلوشيب, دي كلينيكال فيلوشيب لانه باثولوجي. فدي كلينيكال فيلوشيب وبس بالام دي بتاعتك. خلوا بالكم في الريكويرمنتس, ابليكانت شود بوسس ام دي فقط, ما قالش حاجه ثانيه ام دي. فممكن واحد هو معاه بس بكالوريوس طب جراحه يقدم مع طبعا ايه سنين خبره, 1 or more 2 years, يبقى عنده خبره سنه او اتنين اللي هي يعني نيابه في مصر او شيء من هذا القبيل. فهو ام دي فقط, ادله دامغه. ده موقع جون هوبكنز يعني من اكبر جامعه باثولوجي على مستوى الولايات المتحده. ممكن واحد بس معاه بكالوريوس طب جراحه وقضى سنتين نيابه في الباثولوجي في اقسامنا في مصر يجي يقدم على اوبن فيلوشيب. انتبهوا دي, انتبهوا جيدا, يعني مش لازم يكون عمل تريننج, مش لازم يكون عمل ريزيدنسي. ايوه وانا كنت عارف المعلومه دي, بس انا حبيت اخد الطريق من اول ان ده تعمل باثولوجي ريزيدنسي ثم فيلوشيب. يعني يا ريت الناس تكون انتبهت للدول بنفيت. يعني السلايد دي بتثبت النقطه ان ام دي يقدم. السلايد دي بتثبت كمان شيء انا عارفه ومتاكد منه من زمان, ان الباثولوجي فيلوشيبس مش لازم تكون خدت باثولوجي ريزيدنسي هنا تريننج. يعني ده انت ممكن تكون جاي من بره معاك ام دي ام دي وقضيت لك سنه او اتنين باثولوجي في بلادك وتقدم على فيلوشيب بدون ريزيدنسي. بدون ريزيدنسي والدليل امامكم, مش بس جون هوبكنز, ده عشرات الجامعات بيقدموا. فيعني مش شرط انك تستنى تعمل 4 سنين ريزيدنسي باثولوجي, 4 سنين مش لازم تخلصها 4 سنين ثم تقدم على فيلوشيب. ده هم اذكياء وفتحين open access fellowships اللي بس معاهم ام ديجري وسنه او سنتين بلس اور ماينس. يعني ده لا يمنعك ولا يمنعك برضو من انك تتقدم اليهم. ده المثل الرابع اللي يثبت ان حاجتين ويفتح امل جديد للي هو ام دي وعايز يعمل clinical fellowship, مش حتى بس postdoc fellowship, لا ده clinical kind of fellowships. هاخدكم على جورني سريعه للناس اللي حبت, ولان كان في اسئله كثيره جدا عن اعطينا معلومات اكثر لو سمحت ووضح لنا اكثر. اخدكم في رحله سريعه بوست دوك جورني اللي بيحصل فيها من الف للياء, ثم نناقش طيب ايه اللي يقوي السي في بتاعتي واللي يخلي فرص قبولي اكثر لما خلاص عرفنا وتاكدنا ان الام دي ممكن من حقه يقدم. فنبدا انت في الاول بتدور على لاب ويب سايت. انا اديتكم 3 ويب سايتس, postdocsjobs.com, universityjobs.com وsciencejobs.org على ما أظن. يعني الثري ويب سايتس موجودين. أنا أنصحكم وأنا حاطط مستطيل أحمر تبتدوا برضو تدوروا على أي صديق ليك, لو أنت مصري, لو أنت عربي, لو أنت أي من أي دولة, وليك تعرف أصدقاء مش لازم يكونوا من نفس الدولة, أي أصدقاء ممكن يخدموا. المثل بتاع روزا وناتاليا أنا قلت لكم عليه بيبقى very helpful, very very helpful إنك تقول له يعني كلمني الأستاذ عندك, لأنه أولا هو بيبقى عارف وثانيا بيعمل لك high recommendation للأستاذ. او كونكشنز يا جماعه ما تنسوش الكونكشنز, روح لاستاذك روحي لاستاذك او استاذتك في الجامعه واطلبي منه والله انا عايز ادور, ما فيش حد طالب منك ليك كونكشنز باساتذه في امريكا, ممكن تقول لهم عني ترشحني انا ناوي اشتغل بوست دوك. وزي ما قلت لكم تاكدوا خلاص, انتوا اكيد اتاكدتم واطمنتم ان اي ام دي بكالوريوس طب وجراحه ممكن يقدم. وان كنت طبعا انا اتوقع ان اساتذه مش اساتذه كتير في مصر, لا السبب برضو لا اعلمه, بيحبذوا هذا ويشجعوا لا أعلم, ربما هي التنافس أو شيء في النفوس. يعني على أي حال الكونكشنز مهمة جدا يا جماعة الخير, وكذلك لو ليك أصدقاء ومعارف هنا يعرفوا أو أستاذهم المنتور في اللاب أو في الفيلوشيب بروجرام هيحتاج فيلوز. يعني فهتبتدي تدور. يعني أنا حتى اديته أمل أكثر ووسعت قاعرة البحث مش فقط في الويب سايتس اللي أنا اديتها لكم, ده أنت ممكن توسع قاعرة بحثك في أصدقائك معارفك أو في الكونكشنز أساتذتك واتصالاتهم بأساتذة هنا. هتبتدي تابلاي, لو هتطلع ابلاي عن طريق الويب سايت احنا شرحنا البروسيس اللي عفوا المره السابقه, او هتابلاي دايركتلي لو عن طريق كونكشنز او فريندز هتبعت الباكج بتاعتك دايركتلي للاستاذ او المنتور او البي اي. لان احنا بنتكلم على بوست دوكس ما بنتكلمش على الكلينيكال فيلوشيب. الكلينيكال فيلوشيبس بقى ده بروجرام بيريكروت الفيلوشيبس, فدي قصه ثانيه دكتور محمد صلاح افرد لها يعني عروض كثيره. الباكج بتتكون من ايه بالتفصيل؟ السي في بتاعك, الترانسكريبت حضروها من دلوقتي باللغة الإنجليزية اللي هي شهادة التقديرات,
ويستحسن انك تكمل الامتياز، وهنرد على النقطه دي في الاسئله. الستيتمنت اوف ريسيرش انترست او اس ار اي يعني دي بتقول ثلاث نقط معينه لازم تبرزها جدا. ايه الباست اكسبيرينس بتاعتك؟ يعني انا مش هطول كتير في الكلام عن النقطه دي، وهخليها ارد على اسئله شخصيه فيها ازاي نقوي السي في بتاعنا. بس لازم يكون عندك على الاقل، لازم تقول وانت بتكتب الستيتمنت اوف ريسيرش انترست تقول انك على الاقل عملت ريسيرش في اي مكان. يعني انا هضرب لكم مثال برضو بيا، لما كنت بكتب ال ده مثل خامس انا لم اذكره، لان انا احب ان اتحدث عن نفسي يعني. لكن لما قبل ما اتقبل في الجراد سكول ك بي اتش دي ستودنت، الدكتوره اللي عملت لي ريكروتمنت او وافقت على الابلكيشن في الكوميري في البروجرام كوميري، قالت لي ما ايه رايك، يعني هي كانت حاولت تستحوذ عليا جانبا لما لقيت السي في بتاعي كويس، قالت لي ايه رايك تيجي عندي بوست دوك وسيبك من حته من قصه الجراد ستودنت. يعني ده برضو مثل خامس، وهي دي استاذه امريكيه يعني فاهمه النظام، يثبت ان فعلا الام دي ممكن يبقى يجي على طول كبوست دوك فيلو. المهم فانا رفضت، لان طبعا هذا هرد على تساؤل واحد سال هو لو اشتغلت بوست دوك ايه اللي بالمميزات اللي بتديها لي البوست دوك. احنا ذكرنا طبعا ادفانتجز، بس البوست دوك ما بتديكش اي شهاده، يعني مش هتنفع تقول انا معايا شهاده ان انا اشتغلت بوست دوك. يعني مش شهاده زي الاي سي اف ام جي او زي الجراد او زي البي اتش دي. للاسف الشديد البي اتش دي ما بتدي البوست دوك عفوا وظيفه لا تعطي اي شهادات، هي بس بتنشر بيبرز، بتديك فلوس، برستيج، كونكشنز، كونفرنسز، بتنشر ابستراكتس، بتروح مؤتمرات تدي بوستر سيمينارز او اورال سيمينارز او توكس. لكن كشهاده ما فيش حد بيعدي شهاده، وممكن بس يكتب لك جواب تزكيه، او لما تيجي تمشي تقول له اكتب لي ريكومنديشن ليتر ان اشتغلت عندك وكنت كويس فبيديك جواب تزكيه. لكن البوست دوك بتدي ايه كشهاده؟ للاسف لا تعطي شيء. ده اللي خلاني رفضت عرض الدكتوره، اني كنت عايز البي اتش دي سيرتيفيكت، ودي هنجاوبها اكثر تفصيلا في عرض اخر. بس لازم يا جماعه، ده اللي خلاني اتكلم في النقطه دي، لما جيت اقدم الابلكيشن بتاعتي فعلا رحت معهد الاورام، وكنت بعمل كاريوتايبنج يعني بعد الكروموسومز. فيعني قصدي اقول انا هتكلم باختصار شديد جدا في مساله الباست اكسبيرينس، وافرد لها تفصيل اذا برضو لقينا ان الناس محتاره او مش عارفه تعمل يعني ايه، مش فاهمه ازاي تعمل باست اكسبيرينس ضخمه. هي مش محتاجه مجهود كبير، بس يعني يا جماعه ما تتخيلوش ان البوست دوك جوبس ضغطة زرار هيجي لك 10 بوست دوكس وتختار ما بينهم. مسألة متعبة، مسألة كومبيتيتيف، فلازم تشوف في السي في بتاعك وفي الستيتمنت انك عملت ريسيرش، حتى لو اي ريسيرش ضعيف. دي نقطة. النقطة التانية الانترست بتاعك، طبعا لازم تماتش الانترست بتاعت اللاب. انت رايح لاب شغال على كارديو فاسكولار، ما ينفعش تقول له انا انترستد في اميونولوجي. لاب اميونولوجي ما ينفعش تقول له انا انترستد في ان انا مثلا اشتغل جينيتكس، هو ايه علاقه يعني مش هيبقى في انترست. فلازم تتحور وتغير وتشكل الانترست بتاعتك على حسب اللاب اللي انت رايحه. النقطه الثالثه لازم تكون واضحه جدا ايه اللي هتعمله في هذا اللاب وليه اخترت هذا اللاب. تقول لهم انا فعلا انترستد في هذا المجال، انا جويند اللاب بتاعكم تو بوست ماي كارير، اي ام ريلي انترستد ان ذس فيلد، اي ثينك ان ال tools will experience your lab has will give me a push to further sharpen my knowledge or increase my knowledge in that field. يعني حاجات من هذا القبيل. فلازم تبقى واضح جدا ليه انت joined هذا اللاب. وزي ما اتفقنا الثلاثة references انهم هيكلموهم غالبا، يا اما هيرسلوهم بالايميلز يا اما هيكلموهم بعد ما بتقدم، سواء كان للسايتس او الديريكتوري، وربنا عز وجل شاء واتقبلت والسي في عجب استاذ امريكي، هيعمل لك انترفيو اون فون، هيتبقى كول كونفرنس، هيكلمك في التليفون. لازم يكون تتكلم بطلاقه وتكون محضر النقاط اللي هتتكلم فيها، ان شاء الله ممكن نناقشها فيما بعد. الوقت ضيق جدا على ان انا اناقش كل نقطه بالتفصيل ممل. وهيعمل لك بلس اور ماينس بيرسونال انترفيو، غالبا كلهم بيحبذوا انك تيجي تشوف عمليا المعمل اللي انت هتبقى فيه ده اذا وافق عليك مبدئيا. فهيطلب منك بيرسونال انترفيو، هتروح بنفسك تسافر، غالبا ممكن تنيجوشيت مع ادفع لي انت تذكره الطيران، انا مش ممكن غالب في بعض في نص الاحيان او اكثر بيدفعوا هم التذكره لو كان فعلا انترستد فيك. فهتروح معاه بيرسونال انترفيو، تشوف المعمل، تشوف التكنيكس اللي بيستخدموها، تتعرف على الاستاذ نفسه، تشوف اللاب ممبرز اللي انت هتبقى تشتغل معاهم، تسالهم ايه رايكم في الاستاذ، بتنشروا قد ايه، اللاب اكتيف ولا لا، الكونفرنسز اللي بتروحوها، وتسال اسئلتك وهم يسالوك اسئلتهم. اذا وافق عليك ووافقت عليه موافقه نهائيه هيعمل لك اوفر ليتر،
الاوفر ليتر بقى ده انت ممكن تتكلم معاه، هيبقى شامل الفيزا نوعها، هنتكلم في الموضوع ده لان سئلت عنه اكثر من سؤال، جي 1 ولا اتش 1، هيبقى محدد الفيزا بتاعتك وممكن تنيجوشيت معاه، السالري بتاعك هو هيحدده، وكذلك مدة البوست دوك. و ودي بتختلف على حسب طبيعة الوظيفة اللي هو هيجيبك عليها، يعني البروجكت اللي انت هتشتغل فيه. طيب كلام حلو وجميل وسهل ووردي، بس لازم الأمانة تقتضي ان انا اوضح ان في فاكتورز، في عوامل بتساعد بعض الناس انه يتقبل اكتر من اخر، او انه يكون highly competing candidate عن التاني، لما يكون يعني تستطيعون القول انه ترفع السي في بتاعك وتقويه وتجعل له ثقلا عند من تقدم اليه. اهم حاجة خاصة بالنسبة للكلينيكال فيلوشيب، لو انت الناس اللي بتقدمها على الفيلوشيب بعد الريزيدنسي، والدكتور محمد صلاح افرض استطرد في هذا، بتبقى بروجرام رولز، بيبقى فيلوشيب بروجرام وعنده رولز زي ما انتم شفتوا في جامعة هوبكنز اللي انا عملت سلايد او اتنين عليها، ليه رولز كاتبين اور ريكويرمنتس 1 2 3 4 بلا 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 something like this. فدي بتبقى بالنسبة اكتر للكلينيكال فيلوشيب. النقطة اللي عايزكو نقطة من أهم النقاط، يعني دي أهم نقطة بعد النقطة الإير، إن the research is a job، دي رقم 1. رقم 2 يا جماعة، البوست دوك فيلوشيبس دي مش جامعة اللي بتكلمك، ده PI، ده منتور زي دكتور مايك ماثس بتاعي، ده غالبا أستاذ مزنوق في بوست دوك معاه فاند ومعاه جرانت ومحتاج حد يشتغل فيها ضروري، فده مش هتلاقي جامعة بتكلمك، هتلاقي منتور هو اللي عارض الوظيفة، إن لم يكن حصريا فغالبا هو هذا اللي بيحصل. منتور بي اي برينسيبال انفستيجيتور هو اللي عارض وقايل انا عايز بوست دوك بالمواصفات اللي انتوا شفتوا امثله كثيره منها، اللي منكم عمل سيرش على البوست دوك جوبس دوت كوم. فخلوا بالكم ان انتوا بتكلموا شخص او معمل اسمه لاب، يعني سواء كان البي اي او السكرتيره بتاعته، فاللي بيحددوا اولا البي اي، نوعية البي اي والانترست بتاعه، نوع البروجكت اللي هو هيحطك فيها، البروجكت طويل، بروجكت ريسكي، بروجكت بينشر كتير او قليل، وكذلك التايم فاكتور، هل هو قد ايه هو مزنوق في انه يجيب بوستك، الجرانت بتاعته قربت تخلص، وان الجرانتس يا جماعة لازم كل سنة تكتب بروجرس ريبورت، انت عملت ايه السنة دي، فلو ان الجهة اللي عملت لك فند سواء NIH مثلا لقت ان انت مش بتجيب داتا مهمة ممكن يسحبوا منك الفلوس. فساعات البي ايز بيبقوا فعلا مزنوقين ويقول لك اي حد يجي يشتغل وخلاص، فده عامل مهم جدا. دي بتتعرف ازاي بقى؟ باي تشانس راندوملي، يعني انت مش هتعرف الا لو كان حد ليك في لاب صديق يقول لك ده انا فعلا الاستاذ بتاعي مزنوق فعلا في واحد وتعالى. النقطه الاخيره واللي عايز برضو الناس وانا حطيت عليها خط لانها مهمه، لازم يا جماعه نعمل اكسبيرينس ولو بيزك، مش لازم يعني تعمل 2 ييرز ولا حتى 1 يير اكسبيرينس. انا لما رحت المعهد الاورام عملت ريسيرش او يعني خدت خبرة بس في مجرد 4 شهور تزيد او تقل، مش كبيرة بس ما كذبت. انا بعض الناس، انا طبعا لا احبذ ان انت تكتب حاجات لم تفعلها، بعض الناس يقول ده كذب، طيب لو عايز تخرج من الكذب روح في اي معهد الاورام مثلا، معهد القومي للبحوث او المركز القومي للبحوث، اي محل، بس مش لازم تعمل حتى بايدك، وقف معهم قول لهم يا جماعة ممكن اتفرج على التيشو كالتشر، ممكن اتفرج على البي سي ار، وهتبقى تكتب في ان انا عملت بي سي ار، يعني ما انتش كذاب، انت شفت البي سي ار وعملته مره في حياتك، ما انتش كذاب انك عملت يعني. بس على الاقل حتى بعض الناس تحرج يقول لك يعني انا ممكن اكلفت واكروت واكذب، انت محرج من الكذب خلاص روح بنفسك. في ناس ممكن يقول لك لا انا فعلا ما عنديش وقت، خلاص ما عندكش وقت يعني، وان كان طبعا هذا يسمى كذب فانا عليه، او يعني لنقول مداراه ومصانعه، هتقول ان انت عملت ريسيرش وانت فعلا ما عملتش، بس ما حدش هيدور وراك يعني، ما تقلقوش، عمره ما هيسالك في التليفون احكي لي قصه الويسترن، ما بتحصلش. فما تقلقوش، ما حدش هيدور وراك ويقول لك انت فعلا عملت ويسترن بلوت في حياتك، عملت كيو بي سي ار، لان انا ذكرت لكم 70% يزيد او يقل من اللي بيجوا عمره ما ماسك بايبيت في حياته وما عارفش يعني ايه تيشو كلتشر. وهو متوقع منك ايه، او ده طبعا على حسب نوع البروجكت اللي هيحطك فيه. فدي عوامل يا جماعه، طبعا اظن الصوره اتضحت الان اكثر، ان يعني الموضوع سهل نعم، بس مش بالسهوله اللي انتوا تخيلتوها، انها ليست ضغطه زر هتلاقوا وظيفه وبمجرد انك ام دي هيقوموا مخطفينك وتعالى ارجوك، يعني في عوامل يا جماعه بتخلي a candidate more competing than others. فارجوكم حطوا كل هذا العوامل من 2 ل 5، لان واحد خاصه بالكلينيكال فيلوشيبس، بحطوا من 2 ل 5 في ذهنكم، ان عشان لا تفاجئوا ان انا قدمت وعملت ودورت وتعبت وبقالي 3 شهور بدور ومش لاقي، معلش الموضوع عايز صبر وجهد. كان في سؤال قبل ما نخش على قراءة الاسئلة، انا معايا اسئلتكم وحاولت استقصيها كلها واقرأها ان شاء الله سؤالا سؤالا بدون ذكر اسماء واجاوب عليها اجابات سريعة، ان الفيديو طول جدا.
الفرق بين J1 و H1B. انا هذكر فروقات سريعة جدا واحلكم على هذا الجروب الناشونال بوست دوك اسوسيشنز، شامل كل البوست دوكس الكلينيكلز او البوست البيزك ريسيرشرز، عاملين ريبورت عن الفيزا، جدول ممتاز للمقارنة بين J1 و H1B. ده اللينك تضغطوا عليه هينزل لكم PDF فايل. يا ريت تقروه يا جماعة، هيجاوب على كل تساؤلاتكم. ايه بقى حكاية الهوم ريزيدنسي، 2 يير هوم ريزيدنسي، السالاريز، الاكستنشن، يحصل ايه لو خلصت وجددها. وده موقع تاني لمحاميين متخصصين في مسألة الجرين كاردز والريزيدنسي ستاتس في اليونايتد ستيتس، برضو عاملين جدول مقارنة بس سهل وظريف، بيقول لكم ايه الفرق بين J1 و H1B فيزاز. النقط الثلاثة أو الأربعة، ثلاثة نقاط أنا أود أن أذكرها على الفروقات يا جماعة. J1 في منها نوعين، ده كلام اتقلي من ناس معاهم J1 فيزا، يعني كلام موثق. في فيزاز، وده أكتر من 80%، كلهم بيريكواير 2 years الهوم ريزيدنسي، وفي سبحان الله للأسباب أنا برضو ما أعرفهاش، هم ما يعرفوهاش، راندم، ممكن راندم، في J1 فيزاز without 2 years requirements. ويعني كان في القصة اتحكت لي من 2 Chinese couples، راجل ومراته والاثنين من نفس الدولة من نفس المدينة، واحد خد J1 with the 2 years requirements والتاني خدها بدون requirements شبيه بال H1. ايه السر؟ الله اعلم، ما اعرفش. الاكستنشن هتلاقوها في الفروقات بالابلاي، بس ال H1B سهل تقدم بعديها على الجرين كارد، يعني اللي هيبقى معاه H1 على طول بيقدم على الجرين كارد. J1 لازم يغيرها الاول سواء كان هيرجع او ما يرجعش، لان انا قلت لكم J1 نوعين، فاللي هيرجع 2 years requirements هيرجع يابلاي على H1B فيزا ثم يقدم على الجرين كارد. ما ينفعش تقدم من J1 على الجرين كارد على طول. الفرق الثالث الجوهري هو السالري. ال H1B فيزا بتبقى الزام للجامعه بمينيمم، يعني ما ينفعش واحد على H1B فيزا ياخد اقل، مثلا هضرب امثله طبعا، ياخد اقل من 35000 في السنه. حتى لو المنتور تبعك حب يخنصر، حب يضرب حاجه في جيبه، ما ينفع الجامعه تقول له ما ينفعش، انت يو ايشود هيم ان اتش 1 بي فيزا يو شود كوميت تو 35K. فده بتديك بروتكشن الاتش 1 بي فيزا من ناحيه السالري، ما ينفعش المنتور يقللك ابدا عن 35000. الجي 1 بيبقى السالري بيتحدد عن طريق اتفاق ما بين الجامعه والبي اي، فالبي اي هو المتحكم اللي بيظهر في الصوره ان هو بيتحكم. فبقول لك انا الرينج من 33 ل 37، طيب بيشوف الابلكيشن بتاعتك وكاليفورنيا، لك لا ده انا هدي له 33 بس. قال له ليه؟ قال لك لانها على J1 فيزا، مفيش الزام، مفيش مينيمم يلزمه بانه يديك ال 37000 كلهم بتوع اللي بيديهم غيره، اللي بيديهم غيره. الاتش 1 ما فيهاش كده، الاتش 1 ادم هو وافق انه ايشو يو اتش 1 بي فيزا، معناها انه التزم بمينيمم ما ينفعش يقلل لك عنه. الجي 1 ما فيهاش. وطبعا لما تراجعوا الفايل ان شاء الله هتلاقوا معلومات اكثر، انا لا اريد ان اطيل لان اطلنا اكثر من اللازم يعني. طبعا هقرا بقى اسئلتكم واجاوب عليها. كان ناس بيسالوا هل الام دي يسمح له، اسئله كثيره جدا. نعم طبعا احنا ذكرنا هذا. كيف نقوي السي في؟ يعني واحد عايز يخلي السي في بتاعه كومبيتيتيف، زي ما ذكرنا بابليكيشنز، انشر في اي مجله زي ما قلت، زي قصه ناتاليا وروزا، ولا حتى في قول انا نشرت في مجله القصر العيني، نشرت في مجله اسكندريه، اي مجله تنشر فيها حتى لو ناشونال. يعني ما كانش في امكانيه انك حتى تحط اسمك كثيرد فورث تينث اوثر عليها، مش لازم فيرست اوثر. يعني اعمل ريسيرش زي ما قلت لكم، روح اتفرج في لاب، مش لازم تعمله انت بنفسك، ومش لازم ريسيرش يطلع نتائج، اي ريسيرش حسن بس تحطه في السي في بتاعك. متى نبدأ هذا الطريق؟ بعد امتياز ولا قبل امتياز؟ يعني هو مش هتفرق لأنهم ما يعرفوش قصة امتياز عندنا. امتياز لو لاحظتم في الشهادات بتاعتنا كلنا الترانسكريبس بيقولوا الطالب حصل على هذه الشهادة ولا يسمح له، الجملة اللي انتوا عارفينها، بممارسة الطب إلا بعد اكتمال سنة امتياز. يعني هم ما يعرفوش النظام، ما تخافوش، يعني اللي عايز يخلص سنة 6 ويقدم مش هيطلبوا منك شهادة تثبت انك خدت امتياز يعني. فممكن بعد امتياز إذا أحببت عايز تستغل سنة الامتياز في أشياء أخرى هنذكرها، لأن كان ده كان سؤال، لا بأس، بس ممكن تعمل بعد سنة 6. طبعا لازم تكمل كلية الطب عشان تاخد الشهادة. قد إيه مدة البوستوك؟ قد إيه العقد؟ واحد كان بيسأل سؤال شخصي بيقول أنا عايز أقدم عليها ولو جات لي نيابة ممكن أسيب في 6 شهور. العقد بيتراوح من 6 شهور، دي أقل حاجة، لسنتين لتالي. يعني هو خلونا نقول بس معلومة، وانت بتمضي العقد معاه غالبا، الكلام ده برضو موثق من عملت سيرفي للبوستوكس اللي حواليا، غالبا محدش بيقول لك الزاميا تعال اقعد 6 شهور، ممكن بسبب مفتوحه غالبا. فممكن انت تمشي لو معاكش الوضع باي عذر باي سبب او تتفاهم معاه، بس غالبا محدش بيحط لازم تقعد عندي سنه او 2 غالبا.
وده طبعا كلام برضو بتتكلموا فيه انتوا الاثنين قبل ما بتمضوا العقد، بس غالبا العقود بتبقى مفتوحة، وده بيعتمد على الاستاذ وعلى المشروع اللي هتشتغل فيه وعلى توقعاته منك واشياء اخرى، الفاكتورز اللي احنا قلناها. بس اقل عقد شفته كان 6 شهور، فممكن الاخ اللي سأل السؤال اسيب بعد 6 شهور. اه ممكن، ممكن في اي وقت تترك الوظيفة يعني. يعني هو مش عقد الزامي الا في حالة واحدة، لو كان كاتب في العقد فلان لازم يقعد عندي 2 سنين والا هيدفع شرط غرامي، ده يبقى يستطلب منك او منك تقرا العقد كويس قبل ما تمضوه يعني. وهذا قليل الفرق بين ال H1 وال B1. جاوبنا عليه. اه هل الاموال اللي هو بيدوها لك البوست دوك بوزيشن الاموال كافية بالنسبة لظروف المعيشة؟ سؤال جيد. والاخ نزار عمل سلايد عن الاكسبنسز، وان كانت طبعا بعيدة شوية، اللي هيجي هنا هيبقى سبونسورد. فهي بس هجاوب اجابه سريعه، هي بتعتمد على انت قاعد فين. في الشمال الاكسبنسز ار هاي، ليفنج اكسبنسز ار فيري هاي، لاسباب كثيره جدا منها التاكس ريتيرنز، والاسف عفوا التاكسز اللي بياخدوها من الشمال اكثر نوعا ما. معظم البيوتات هناك بتبقى التكييفات شغاله طول الوقت لسبب بروده الجو، فاسباب كثيره جدا بيضطر تخلي ظروف المعيشه ووصول الطعام هناك وحفظه والكلام ده كله، والتحرك في هذه البلاد او الشمال البارد، وهذا شيء معروف. وانا سافرت في بعض ولايات الشمال وعارف ان الظروف يعني غالبا مره ونص مرتين قد ما بتعيش باموال في الجنوب. فاذا اجابه السؤال تعتمد، انت هتعيش في الشمال يبقى نوعا ما هيكونوا كافيين، في الجنوب هيكفوا ويفيدوا كمان لو انت عيلة واولاد. 37 نقطة اخرى حطوها في ذهنكم، السالري ما هوش ثابت فيكسد، هما بيراعوا النقطة دي. اللي عايشين في الشمال مستحيل هيديك 37، 37 مش كافيين جدا، فاكيد بيبتدي المينيمم بتاعهم 47 ربما 50. صاحبي دكتور حسام كان في ال NIH كان بياخد 60,000 في السنة. فهي تتوقف على حسب شمال وجنوب، وفي في الأعم الأغلب الأموال بتكفي وتفيد الناس اللي هو المدبر، الناس اللي بيعرف يدبر أمواله بتكفي إن شاء الله. هل يمنح بوست دوك شهادة؟ للأسف لا، هو بيديك كل الميزات اللي ذكرناها، الماني والبيبرز والكونفرنسز والكونكشنز، وقت تذاكر يو اس ام دي لو حبيت تغير كل شيء، وتنيور تراك بوزيشن، بس ما بيديش شهاده. يعني مش هتعرف تحط في تقول انا معايا بوست دوك ديجري، دي مش ديجري، دي وظيفه. لكن طبعا بتحطها في السي في ان انا اشتغلت 2 3 في معمل فلاني، طبعا بتبوست يور سي في او تو هاير اكستنت. هل له وقت محدد؟ لا، مفتوح، عايز تعمله بعد امتياز، عايز تعمله في اي وقت. كذلك الوقت نفسه بتاع البوست دوك مفتوح 2 3 على حسب الاستاذ طبعا وعلى حسب الوظيفه كما ذكرنا. اخر سؤال قبل السؤال الشخصي، كيف نستغل الامتياز؟ انا نصيحتي المتواضعه الشخصيه، حاولوا تعملوا ريسيرش او تتفرجوا على الناس بيعملوا ريسيرش في المراكز اللي فيها ريسيرش. اللي هيبتدي يو اس ام لي اشتغل في البوردز او ابتدوا في الجي ار اي والتوفل. ان شاء الله هنتكلم اكثر في النقطه دي مع العرض الاخر عن اسئله واجوبه البي اتش دي والماسترز. سؤال شخصي فردي عن دكتور تخصص عظام عايش في الولايات المتحده، غالبا على يا رب اكون فهمت سؤاله، عاوز يعمل تقريبا بوستوك. فاظن جاوبت على سؤالك في الجون هوبكنز سلايدز، اكيد هتلاقي اوبن فيلوشيبس مش محتاج انك تعمل تريننج. يعني اذا كنت فهمت سؤالك صح وان انت تخصص عظام وما عملتش تريننج لو ريزيدنسي اورثو في الولايات، فلسه ما زال امامك المجال مفتوح انك تعمل تعمل اورثوبيديك فيلوشيب، اكيد هتلاقي، بدور واكيد هتلاقي. طبعا هو غير تخصصي لكن انا وريتك جون هوبكنز، ففي فيلوشيبس مفتوحه للي معاهم ام دي من بلادهم ومش بورد سيرتيفايد. ايوه والكلام ده انا وريته لكم. طبعا اكثريه الفيلوشيب بروجرامز تبقى لازم بورد سيرتيفايد وعملت ريزيدنسي تريننج عندهم، لكن في فيلوشيبس ما بتحتاجش الايه اليو اس ام دي بوردز. وانا وريتك مثل بالايه بالاي سي اف عفوا الجون هوبكنز. اتمنى اكون جاوبت على سؤالك، لو حبيت تسألني استفسار أكثر أو أنا لم أفهم السؤال بصورة واضحة اسألني. طولنا معلش، جزاكم وجزاكم الله خيرا كثيرا، أرجو أنها تكون شافية كافية كما وعدتكم إن شاء الله. هذا فقط النصف، والنصف الآخر ما تقلق الناس اللي سألت أسئلة عن الماسترز والبي اتش دي بروجرامز ما يقلقوش، هجاوب عليها إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.